أهلا بكم من جديد. شهد ريف درعا الغربي خلال ساعات ماضية تصعيدا من قوات النظام التي قصفت بلدة جلين، ما أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى مدنيين وعناصر سابقين في الجيش الحر. تزامنت تلك التطورات مع انطلاق الذكرى 9 لاندلاع شرارة الثورة. تواصل محافظة درعا حضورها في واجهة الأحداث والتطورات في سوريا تزامنا مع الذكرى 9 لاندلاع شرارة الثورة التي تعد مهدا لها. اشتباكات في ريفها الغربي وتصعيد من قبل قوات نظام الأسد التي قصفت بالمدفعية بلدة جلين، ما أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى بين المدنيين بينهم أطفال. مصادر محلية قالت لتلفزيون سوريا إن التصعيد بدأ عندما حاولت الفرقة الخامسة التابعة لقوات النظام التقدم باتجاه حاجز مساكن جلين ونصب عناصرها عدة حواجز. وأضافت المصادر أن قوات النظام أطلقت النار على عدد من الأهالي، ما أدى إلى مقتل قياديين 2 سابقين في الجيش الحر. وعقب ذلك بدأت اشتباكات بين مقاتلين سابقين في الجيش الحر ضد قوات النظام في المنطقة، خلف العديد من القتلى من قوات الأسد التي عمدت على قصف بلدة جلين التي تضم آلاف المدنيين والنازحين، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال. تلك التطورات في بلدة جلين تزامنت مع خروج مظاهرات في أحياء درعا البلد والكرك الشرقي وعدة مناطق أخرى طالبت بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين. فبعد عامين على توقيع الاتفاق والتهجير، ما تزال درعا على صفيح ساخن، خصوصا مع تزايد عمليات الاغتيال ومحاولاته التي استهدفت عناصر سابقين في فصائل المعارضة على حد سواء. يبدو أن النظام يحاول اللعب على وتر الضغط على الأهالي لإعادة رسم تسويات جديدة بإرسال الرافضين للانضمام إلى قواته للقتال في الشمال أو الاغتيالة والاشتباكات ثم التهجير إلى الشمال المحرر، على غرار ما حدث في الصنمين وجاسم وطفس. فهل تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التوترات أم أن هناك تسويات جديدة تخضع لها المنطقة؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي أحمد الديري عبر سكايب، والعميد إبراهيم الجباوي من الرياض، الخبير والمحلل العسكري أيضا عبر سكايب. أبدأ معك أحمد. إذن يقوم النظام اليوم بقصف مدفعي وكأنه ينقل مستوى المواجهات إلى طريقة أعلى من المواجهة أو إلى مستوى أعلى من المواجهة، على ماذا يدل ذلك؟ بصراحة يعني النظام الآن يحاول وبشكل مستمر من بين في كل فترة الضغط على الأهالي من أجل إجبارهم لعمليات تسوية أخرى يريد النظام تطبيقها في المنطقة كما حصل في الصنمين. طبعا عمليات القصف هي يعني تأتي مرحلة متقدمة جدا من العمليات اللي يقوم بها النظام، من عمليات تصفيات وأخرى ضغط على الأهالي وحصار ومنع إدخال المواد الأساسية لهذه المنطقة، وهذا يعني النتيجة ما قبل الأخيرة وهي أما الترحيل أو القتل. طبعا الآن يحاول النظام طبعا في المنطقة الغربية إجراء بعض الخروقات وذرائع من أجل تدخل عسكري كما حصل في الصنمين، ومحاولة لبسط سيطرته على المنطقة بشكل كامل، وهي المنطقة طبعا طفص زريب وحتى وصولا لجلين واليدودة، وهذه المناطق شبه خارج عن سيطرة النظام باستثناء وجود بعض الحواجز العسكرية وبعض المقرات العسكرية التي هي خارج المدينة طبعا، وكل ذلك من مراقبة روسية. ما يحصل الآن هو تصعيد طبعا من قبل النظام بالتأكيد، إلا أن النتيجة الأهم هي مقتل المدنيين التي يعني طبعا. هل ترجح أحمد أن هناك موافقة روسية على ما يجري، أم أن هناك تجاوزا لروسيا في هذه الحالة يعني، أو موقفا ربما قد يدخل في السجال الإيراني الروسي في هذه المنطقة أو محاولة تبادل السيطرة فيها؟ عمليات التصعيد هو تجاوز لروسيا بالتنسيق مع إيران. طبعا ما يحصل في الجنوب نوعا ما يعني خصوصية جدا كبيرة، روسيا تحاول ضبط المنطقة وتحاول إرسال رسائل لكل الدول الإقليمية وحتى العالمية، وبالتأكيد الإقليمية هي إسرائيل، أن هذه المنطقة القريبة منكم هي تحت سيطرتنا بعيدة عن سيطرة الإيرانيين، وهذا ما تم الاتفاق عليه سابقا قبل 2018
بين روسيا وأمريكا دعني أنقل هذه النقطة لضيفي الخبير والمحلل العسكري العميد أحمد رحال، والذي أعود إلى الترحيب به من جديد. عميد رحال، هل يمكن أن تسمح روسيا بذلك، أن يكون هناك هذا التحدي من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية لوجودها ولما توسطت به من تسويات في هذه المنطقة ومحاولة تهدئة؟ مساء الخير مرة أخرى إليك ولضيوفك الكرام. يعني أنا بعتقد الخلل هو روسي. اليوم كل ما يحصل بالجنوب هو خلل روسي شقين، الناس اللي موجودين بالجنوب للجان المصالحات، اطلاق سراح المعتقلين، عدم السماح بالعوده للحواجز، البقاء فقط بالمعسكرات، الفيلق الخامس العناصر البلده تنضم له ان يبقى عملهم في المنطقه الجنوبيه. شفنا عم يزجوهم بالشرق وعم يزجوهم بالشام وعم يزجوهم بادلب وكل المناطق. الخلل الروسي الثاني ايضا عدم الايفاء بالتعهدات اللي اعطوها لاسرائيل ولامريكا بابعاد ايران 80 الى 100 كيلومتر، وشفنا انه عماد الطويل اللي قتلته اسرائيل من حوالي 10 ايام قتل في منطقه حضر على بعد 3 كيلومتر عن حدود الجولان. وبالتالي انا بعتقد الروس هم اول من خزل تلك التوافقات، وهم اول من خزل الناس اللي وثقوا فيه بالجنوب. وبالتالي انا بعتقد اليوم هناك رد فعل ايضا داخلي وخارجي، هناك رد فعل داخلي، وشفنا اهلنا بالجنوب اللي رفضوا كل هالمعطيات هي وهددوا بعوده الى عام 2011، وشفنا رد امريكي اسرائيلي من ان نظام الاسد وايران وروسيا لن تلتزم بالتعهدات وبالتالي قد تدعم عمل ما في الجنوب السوري. من الذي قد يدعم العمل؟ إسرائيل وأمريكا؟ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل طبعا. نعم، كيف يمكن أن يدعم عمل كهذا؟ يعني ما المتوقع الآن في هذه المنطقة لو استمرت على صفيح ساخن كما يصفونها؟ يعني كلنا بنعرف أنه لولا الموافقة الأمريكية على العملية العسكرية الروسية في الجنوب وما كانوا الروس قادرين ولا إيران قادرة ولا نظام الأسد قادر على الوصول إلى الجنوب، إنما ضغط من قبل أمريكا، قوة عسكرية من قبل روسيا، هدد بعض الناس، بعض المتخاذلين اللي كانوا بالجنوب من أمثال أحمد العودة اللي كانوا هدول المعسكر الروسي مع أسيادهم، وبالتالي عمره يعني روسيا منذ أيام عادت يعني إلى التوسط من أجل ترحيل دفعات جديدة من الصنمين إلى الشمال السوري، يعني ربما تذهب في اتجاه إفراغ المنطقة وليس على العكس، يعني أن تصمت عن أي عملية عسكرية أو دعم لعملية عسكرية ممكن تحدث من الجنوب من طرف المعارضة. اليوم في تغير بقواعد اللعبة، يعني إسرائيل بفترة 10 أيام طلع رئيس الأركان وعطى تعبير كتير مهم، قال كنا نتعامل مع الحمولات مع الشحنات مع المواد التي يمكن أن تغير من ميزان القوى ما بين سوريا وإسرائيل، لكن اليوم أصبحت أهدافنا استئصال الوجود الإيراني في سوريا. نعم. هذه نقطة. النقطة الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية أعطت فرصة لروسيا من أن تقوم بإيجاد حل ما في سوريا، لكن الواضح أن كل ما تسير به روسيا هو مطالب دمشق وطهران، وبالتالي شفناهم بمجلس الأمن كيف طردوا أو يعني استخدموا الفيتو وأوقفوا كل المشروع الروسي، واليوم في كلام كثير عن إزالة الأستانة وإزالة سوتشي والعودة لقرار 2254، والمنطقة الجنوبية قد تكون نقطة فاعلة وبؤرة كبيرة يمكن تحريكها من قبل الأمريكا. أحمد، هل يمكن أن يلجأ النظام إلى عملية عسكرية؟ يعني ويعتبر ما قام به اليوم استهلال لها؟ من الممكن النظام في المستقبل أن تكون هناك عملية عسكرية له على المنطقة الغربية طبعا، في حال رفضت أو رفضت كل الشروط التي سيمليها عليهم في المستقبل، إلا أن هذه العملية ستكون يعني محرقة للنظام بكل تأكيد. الوضع في هذه المنطقة مختلف تماما عن الوضع في الصنمين وحتى عن باقي مناطق درعا. الأهالي الموجودين في المنطقة عن طريق دعم ربما أمريكي كما رجح العميد رحال، أم أن القوة الموجودة بما لديها قادرة بالفعل على المقاومة؟ في الحقيقة أمريكا تخلت عن الشعب من عامين، يعني لا يوجد دعم لهذه المنطقة لا أمريكي ولا غير أمريكي، هي خيارات شعبية بكل تأكيد. الخيار صعب. طيب. يعني لهؤلاء الأهالي الموجودين في المنطقة، لأن دخول المنطقة إلى دخول النظام لهذه المنطقة أيضا صعب ولن يكون كما حصل في الصنمين وغيرها من هذه المناطق. نعم، أحمد، هناك الآن مفاوضات تجري بين اللجنة المركزية التي قتل منها ضابطان ينتميان إلى الجيش الحر ونظام الأسد، ما الذي قد
ينتج عن هذه المفاوضات؟ يعني نعود إلى السؤال نفسه، هل سيذهبون إلى الحديث عن تسوية جديدة بالكامل ربما لهذه المنطقة، أم عن تسوية تهجير إلى الشمال، أم عن شيء آخر؟ لا لا لا، المفاوضات التي جرت اليوم وامبارح هي عبارة عن تهدئة المنطقة، سحب قتل النظام وأيضا السماح للأهالي بدفن قتلاهم، وفرض بعض القيود على النظام طبعا بوساطة روسية. تدخل الفيلق الخامس بقيادة أحمد العودة وبعض المعسكرات الموجودة لديه في المنطقة، وفضوا الاشتباك بطريقة أخرى. طبعا يوجد احتقان، إلا أن يعني كمان لا سبيل إلا للتفاوض، وحتى إن استطاع الأهالي فرض بعض الشروط التي يملكونها لا مانع، وأيضا عدم السماح للنظام بقتلهم أو حتى تهجيرهم. المفاوضات التي حصلت مع اللجنة المركزية في الجنوب هي لسحب قتل النظام، إعادة المناطق العسكرية التي أخذها الأهالي في المنطقة الغربية، عودة نقاط النظام إلى المنطقة، أيضا دفن قتل الأهالي والسماح لحرية الحركة، وبعض الشروط التي أرادها الأهالي وهو إخراج بعض المعتقلين ومحاسبة من قتل طبعا أو من قصف المنطقة. طبعا هذا الأمر يعني سيترك للمستقبل حتى نعرف إن كان سيطبق أم لا. أما مسألة تهجير الأهالي ومفاوضات لإخراج بعض المقاتلين إلى الشمال، أمر مستبعد في هذه المنطقة. ربما ستكون هناك بعض الاستفزازات. هل هناك ثقة لدى الأهالي عن طريق مفاوضاتهم بأن يكون هناك تلبية ربما لهذه المتطلبات؟ يعني يستمر النظام باستفزازهم بهذه الطلبات، لاسيما المتعلقة بالمعتقلين. يعني اليوم هناك خبر وصل إلى الأهالي بأن 3 من أبنائهم في معتقلات نظام قد تم قتلهم تحت التعذيب. في الحقيقة يعني كل يوم يصل إلى هذه المنطقة الجنوبية 10 إلى 15 اسم من أبنائهم أنهم مقتولين في المعتقلات. يعني الأمر لا يتوقف منذ عامين. النظام يحاول استفزاز هذه المنطقة وأهالي المنطقة لإخراجهم عن السيطرة ولإجبار روسيا التخلي عن الشروط التي فرضتها على النظام، وهي جعل معسكراته وحواجز الأمنية خارج المدن، الإبقاء على الشرطة المدنية موجودة في المدينة، وأبقاء سلاح المقاتلين الفردي مع المقاتلين، وسحب السلاح الثقيل. النظام يحاول سحب السلاح الخفيف والثقيل وفرض سيطرته بالقوة وبالإجبار، وجعل روسيا هي الوسيط الأقل ضعفا والميول نحو إيران. طبعا عميد رحال، يعني ما النموذج الذي قدمه النظام في هذه المنطقة التي لم تهدأ؟ يعني قبل الأحداث الأخيرة يتحدث الناشطون عن أكثر من 200 عملية اغتيال جرت لرافضي التسوية أو حتى عناصر قامت بالتسوية من ضباط أو حتى عناصر عاديين. يعني ما النموذج الذي سار النظام فيه خلال العام ونصف الماضيين على بدء التسوية؟ يعني أولا الاغتيالات كانت من الطرفين، يعني الناس اللي خانوا أهل حوران وأهل الجولان كان هناك عناصر وطنية اغتالتهم وتخلصوا منهم، وأيضا نظام الأسد وروسيا وإيران الناس اللي كانت ما تزال تطالب بإخراجهم أو بمقاومة نظام الأسد وروسيا أيضا قام بعملية تصفية. هلا بدنا ننتبه لنقطتين مهمتين. النقطة الأولى، الروس، من يثق بالروس كمن يثق بنظام الأسد كمن يثق بإيران، هدول شيمتهم الغدر لا يمكن نوثق فيهم. ومن نحط باعتبارنا أن الروس عندهم هدف قالوه بكل صراحة، قال مهمتنا السيطرة على كامل الجغرافيا السورية وبسط سلطة الأسد عليها. هذا كلام يعني لم يخفيه الروس. نظام الأسد بالتأكيد هذا مطالبه، وبالتالي هن بدهم يضلوا مثل ما كنا عم نحكي من شوي عن المنطقة في إدلب أنه كيف يخربوا الاتفاقات. أيضا الروس والإيرانيين وحزب الله من مصلحتهم يخربوا الاتفاقات. لذلك دائما كنا نقول هل الإرادة الروسية موجودة؟ أنا بعتقد الإرادة الروسية غير موجودة، لأن الروس هم من أعطوا يعني الاتفاقيات وخربوها بالقلمون، خربوها بالغوطة، وهلأ عم يخربوها بالجنوب. لذلك أنا بنصح كل أهلنا في الجنوب عدم الثقة بالروس. سلاحكم هو حمايتكم، سلاحكم هو ضمانتكم، وحطوا باعتباركم أن الروس والإيراني وحزب الله ونظام الأسد في خندق واحد وأنتم عدو. في أي مرحلة يمكن أن يكون هناك إرادة أيضا من الأطراف الأخرى للتدخل كما ذكرت منذ قليل؟ أمريكا يعني على رأسها.
هلا اليوم وقت اللي عم نحكي على الجنوب يعني يعني بننتبه لنقطة انه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عم تاخذ خط جديد. اليوم عم نشوف تفعيل، يعني البيان اللي اخرجته السفارة الأمريكية امبارح بذكرى التاسعة للثورة السورية، يعني اعتقد لو شوي اقوى من بيانات المعارضة السورية. قانون سيزر اللي بده يوضع موضوع يعني التطبيق، الاخ عمر شغري ورائد الصالح وقيصر اللي اجتمعت له لجنه العلاقات الخارجيه بالكونغرس الامريكي طالبوا الرئيس ترامب بسرعه التدخل. اليوم الولايات المتحده الامريكيه وصلت لقناعه ان روسيا لن تنتج حل في سوريا يرضي المجتمع الدولي. لذلك قلنا انه قد يكون هناك دعم لعمل عسكري على الاقل يمارس نوع من الضغط على روسيا، لذلك قد يكون هناك دعم من الخارج. وصلت الفكره. الخبير والمحلل العسكري العميد احمد رحال، كنت ضيفي من اسطنبول عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. وشكر ايضا موصول لضيفي من اسطنبول ايضا الصحفي احمد الديري، ونعتذر من الخبير والمحلل العسكري العميد ابراهيم الجباوي لما حدث من سوء في الاتصال من طرفه. شكر ايضا موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعه. المزيد من المعلومات والاخبار على موقعنا سيريا دوت تي في. الى اللقاء.